حساب المهرجان ديال تارودانت، مهرجان الدولي للفنون الشعبيه. الجمهور الحمد لله كان واحد التجاوب مع الجمهور هنا، كاين واحد الجمهور هنا يعني الناس مخلطه، كاينين العرب وكاينين الامازيغن، وكنشكر الجمهور ديالي يعني في المغرب كله، والناس اللي كيعرفونا على برا يعني الناس الجمهور ديالنا كنشكرهم. الجمهور هو اللي كيحكم، حيت دابا ملي كنطلعوا للصين يعني كنهضر مع الجمهور يعني كيختار شي اغنيه اللي بغى هو، ولكن المهرجان راه فيه ساعه المكانه ولا ساعه الا ربع ديال يعني ديال العرض. يعني غنقدم تقريبا سبعه الاغاني ولا ثمانيه الاغاني على حسب التوقيت. حسين الطوس راه معروف يعني بالمواضيع يعني اللي شنو هي الرساله ديالك في هذا المهرجان؟ ايوا الرساله كالمهرجانات كلهم، يعني الرساله القصد راه باين، جينا باش نتشاركوا في هذا المهرجان وتشوفوا الجمهور ديالنا ويشوفنا، وهذا هو الهدف. والعلاقه ديال الامازيغيين مع الرباب كانت الاله ديال الرباب كانت في واحد الوقت شويه، راه هضرنيت على واحد الموضوع على الرباب، كانت محقوره الاله ديال الرباب، ولكن الحمد لله مؤخرا هذه واحد 20 عام ملي يعني كتلقى الرباب في طريقه غربيه، كتلقى يعني انا كنلعب به بواحد الطريقه يعني الناس كاع كيعرفوا هذا الشيء بطريقه شعبيه، يعني كندير فيه دوك الخلازات ديال الشعبي، كنخرج منه الرباع واخا هو كورده واحده، كنخرج منه الرباع يعني قدرت به واحد الستيل يعني راه كيعجب الناس، حتى الناس اللي ما كيفهموش امازيغيه يعني وصلت لهم الرباب بواحد الطريقه يعني اللي كيحبوه بواحد الطريقه اللي يعني اللي اخترت انا واحد الستيل باش كيخدم الحسين الطوسي.